من ضمن الأسئلة، إيه الأحسن من حيث الوظائف والدراسة؟ كلية التجارة ولا سياسة واقتصاد؟ الاتنين بيجدوا فرصة عمل والاتنين سوقهم موجود. الأنسب ليك أنت تشوف كلية التجارة فيها الأقسام الخاصة بإدارة الأعمال، لو أنت حابب إدارة الأعمال والمحاسبة أدخل تجارة، وفيها اقتصاد على فكرة ولا في بعض الجامعات. لو أنت مالكش بصراحة في الجو ده أدخل سياسة واقتصاد. طب ماليش في ده وده، شوف كلية أخرى، ولكن بلاش الأسئلة العامة من حيث الوظائف والدراسة. على فكرة كله بيشتغل، كله ما بيشتغل تقول لك في كلنا على نقعد على القهوة، وفي ناس هنا بتشتغل وفي ناس هنا بتشتغل وفي ناس بتعمل كارير شيفت من هنا لهنا، ناس خريجين اقتصاد وعلوم سياسية يشتغلوا في مواد الإدارة ويشتغلوا اتش ار وماركتينج، وناس خريجين التجارة وبيشتغلوا في الجزء الخاص بالاقتصاد أو بيدخلوا المجال السياسي. فالمواضيع يعني منفذة على بعض. أنا نصيحتي شوف اللي جايبها مجموعك، يعني انت جايب تجاره بس هدخل اقتصاد وعلوم سياسيه خاصه، لا ادخل التجاره اللي موجوده من تنسيقك وادخلها. طيب الفلوس المصاريف الحاجات دي كلها حاول انك تشوف هذه المواضيع مع طبعا شغفك، انت حابب الاقتصاد ولا السياسه يبقى اتناسبت الموضوع، ولا حابب مجال الاحصاء ادخل اقتصاد وعلوم سياسيه فيها قسم احصاء قوي، وهكذا. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.